طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. مشي خدمة سالس بأي حاجة. سالر سمعت فيه، مش كان بيع كان شري صندوق ذو الخضرة، كمشي كان بيعه في المارشي. ده بقول لك باش تدخل شري ديك صندوق ذو الخضرة من المارشي، خصك جواز تلقيح. موت سيرتي، يا إما عملت تلقيح إما سير موت. هما كيخافوا علينا الموت وغير كورونا، شي حاجة أخرى غير موت بيها. جينا الخاوة حيت حنا ماشي مع هذا القرار ديال الاجباريه ديال جواز التلقيح. عملوا لنا اجباريه ديال التلقيح حنا معاهم، عملوا اجباري وما يتحملوا المسؤوليه، وديك الساعه يضربوا لنا كاملين بالعواد الصغارين باي حاجه بغاو. المهم هما يعملوا اجباري ويتحملوا المسؤوليه ديالهم. يمكنش انا نتحمل المسؤوليه ديال واحد الحاجه ما عارفاش. واصبروا اصبروا، كتعرف اصبروا ديال درهم كاملين كتعرفوا يا. ومؤخرا قال لك ادي الكبده، غير اصبروا هذا باسطيه اللي ما عرف شحال 100 سنين الناس كيستعملوها. عاد التلقيح البارح هو خرج، ما يمكنش نعملوه. انا من حقي، الدستور كيقول لك من حقك يا اخي، بغيتي تعملو عملو، ما بغيتيش تعملو ما تعملوش. انا ما بغيتش نعملو، بغيت نعيش. ما يمكنش تقول لي اذا ما عملت شي ما غتعيشي، يعني سير موت. ما عندك الحق تمشي مبقل، ما عندك الحق تمشي قهوه، ما عندك الحق جيت لهنا. ودابا بوليس في هذه الساعه هذه كيقولوا لي حيد من هنا. علاش نحيد من هنا؟ انا في ساعه الامم انا جيت وقفت بحالي بحال الناس. كنطلبوا من الدوله ومن الحكومه انها ما تفرضش علينا هذا الجواز، هذا لانه جواز عنصري ما كيشرفناش نتواجدوا هنايا ونديروا هذا الاقتضاء بسببهم هما. حنا جينا لهنايا ونطالبوا بهذا الطلب هذا. انا من مدينه مراكش، فانا عندي عائله تما وقررت اني نسافر عندها. طلبوا لي جواز التلقيح وما غاديش نلقح، وما غاديش نلقح بتاتا، واخا نعرف انا نبقى بوحدي تي ما غاديش نلقح. واخا نمشي ماشيا للمدينه مراكش غنمشي ماشيا وما غاديش نلقح، وهذه هي الكلمه ديالي. فبالنسبه للتجمعات اللي جاوا الامن الوطني يقمعوها، فالتجمعات اللي كاينه في مراكز التلقيح كنظن كاين واحد الاكتضاض كبير. فهاد التجمعات هذه راه حنا دايرين الكمامات ديالنا ودايرين الواجب ديالنا، وهاد الكلمه هذه كنتمناها توصل. والسلام عليكم. واحد السيد طنجاوي خرج يتنزه في حد الحكومة، جبرت الناس كيهضروا على التلقيح حتى الناس كيهضروا على التلقيح. حنا غنوقفوا في الوسط، نعملوا التباعد.